الأرشيفة اللي هي رسم الشعر والقصة والإنشاد. أنا أشخاص اللي صدت تقول طبعاً إحنا عندنا أشخاص عن جد عندهم خبرات. ما هي طريقكم؟ نتمنى أن تزيدوا خبراتكم أكثر. احنا ضمن يوم حفل تخريج مبادرة مبدعوم. مبادرة مبدعوم كانت عبارة عن 4 أنشطة، وهني عبارة عن 4 مسابقات. أول شيء كان في عنا مسابقة للإنشاد، تم اختيار فيها فائزين 3 أوائل. بعدين كان عنا مسابقة للشعر، كمان تم اختيار 3 فائزين أوائل. كمان في مسابقة للقصة وللرسم. طبعاً الاختيار كان عن اعتباره من لجنة تحكيم مكونة من 3 أفراد، هني مخصصين بكل مجال، يعني سواء فكان بالإنشاد أو الشعر أو الرسم أو القصة. هدول اللجنة كان عبارة عن من خلال مجموعة من الأشخاص اللي تقدموا، وبعد مشاورات عديدة تم اختيار هدول الفائزين 3 الأوائل. وهون يوم كان حفل تكريم هؤلاء الفائزين أوائل من كل المسابقات. إن شاء الله حنقدر نستمر دعما للشباب والشابات ضمن منظمة الباب. يعطيكم العافية. كل حدا له دور في هذا المجتمع، يكمل الآخر. دور الشباب والمجتمع المدني السوري بالضبط على السلطات، بالضبط لتحسين الواقع، للحقوق، للحرية، لكذا. هذا كله ما ممكن يكون إلا بتفعيل دور الشباب، يعني هن كانوا يعني الشعر الأولى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعيم اللومان أحد الفائزين بمسابقة القصة القصيرة الذي أقامها فريق صدى الشبابي تحت عنوان مسابقة مبدعون. الحمد لله، هذه النوع من الفعاليات هي واجب المجتمع وضرورية للالتفات للجانب الثقافي والإبداعي والفكري عند جيل الشباب بشكل أخص. يوجد لدينا الكثير من المواهب التي تحتاج إلى رعاية، وهذه النوعية من المسابقات هي أحد هذه الطرق التي تساعد على الشباب على بلولة أفكارهم، على كتابتها، على صياغتها، على عرضها لجنة التحكيم، على الحصول على انتقادات بناءة وحقيقية تساهم من صقل الشخصية الأدبية عند الشباب والكتاب والموهوبين، وتساعدهم لانطلاق خطوات متقدمة في هذا المجال. جزاكم الله كل خير.